2018 غادي تكون النمو فيها كما كنا توقعناه 3%. احنا كنا توقعنا 3.1%، غادي يكون 3%. بالنسبه ل 2019 النمو غادي يوصل ل 2.9%. طبيعة الحال خصو نعاود نراجعوا هاد التوقع هذا حسب ما سيعرفه القطاع الفلاحي من تطور. كما تتعرفوا هاد السنة هذه بدات بواحد الشكل اللي خص الإنسان ينتظر، وواجب التحفظ في هذا الميدان انه حتى يبان بالضبط كيف غادي تطور الوضعية. حنايا الدراسات اللي درنا انه في 30 سنة اللي مضت وكانت بحال هذه، كانت ستة ديال السنوات بحال هذه، ومن داك ستة السنوات كانت في هذيك 30 سنة كاين احتمال ديال 70% انها تكون متوسطة او جيدة. ننتظروا ويحن الله. بالنسبة اذا الفلاحة تنتظروا النتيجة اللي غادي تكون على كل حال حدود فيما يخص الفلاحة والصيد في حدود 0.1، ما غاتكونش كبيرة بزاف. وفيما يخص القطاعات غير الفلاحية ما غادي تبقى تتطور ولكن بشكل بسيط، وغتبقى في ذاك الحدود ديال 3%. لا اي ما غادي شيء تعرف شي طفرة اللي هي ضرورية الان. والنمو غادي يكون كيف قلت لكم 2.9. واما التضخم فمن بعد ما كان 0.8 في 2017 وكان في 2018 1.6، غادي يرجع ل 1.2% في 2019. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.